مصطفى هديب، الخبير الاقتصادي ورئيس الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية ورئيس مجلس إدارة دار التحرير الأزبق. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا فندم. خليني أبدأ معك من الإعلام، فأنت كنت تدير مؤسسة إعلامية كبرى. سيعقد أظن خلال الأيام القادمة مؤتمر عن الإعلام ودوره في تحفيز الاستثمار. كيف ترى دور الإعلام في تحفيز الاستثمار؟ طبعا حضرتك، احنا بلا شك الإعلام بيلعب دور كبير جدا في ما يسمى بالوعي الجمعي للمجتمع وسلوك الأفراد. فلما الاتحاد المنتجين العرب بينظم هذا المؤتمر السنوي، السنة دي عاملين مؤتمر يعني في يوم كامل في المؤتمر عن دور الإعلام في تحفيز الاستثمار لتحقيق التنمية المستدامة. فالحقيقة احنا فكرنا انه ايه هي المحاور الرئيسية اللي احنا ممكن نتكلم فيها، فحددنا محورين رئيسيين. اولا دور الإعلام في رفع الوعي المجتمعي تجاه قضايا الإصلاح الاقتصادي، وده موضوع مهم جدا، يمكن لما هننتقل للموضوعات الرئيسية بتاعتنا هنشرحه بالتفصيل. انا النهاردة بخاطب مجتمع جزء كبير منه مش على درجة كبيرة من الوعي او التعليم والثقافة، يعني احنا حتى عندنا المتعلمين مش مثقفين، يعني جزء مهم منه. فلابد هنا بيجي دور الإعلام في شرح الحركة الاقتصادية في مصر. احنا النهاردة حضرتك بنتحرك مما يسمى اقتصاد ريعي إلى اقتصاد قيمة مضافة. اقتصاديات أغلب الدول العربية اقتصاديات قطاعية. بمعنى إيه؟ بمعنى النهاردة أنت عندك في مثلا بلد زي لبنان اقتصادها كله قائم على السياحة. لما بتنضرب السياحة بتبقى فيه كارثة في البلد. دول الخليج اقتصادها قطاعي قائم على إيه؟ على النفط. ارتفع السعر الدنيا كويسة، خفض السعر بقت فيه بلد. فإحنا النهاردة في مصر بنتحول من هذه المنظومة أو بنخرج منها من اقتصاد ريعي إلى اقتصاد قيمة مضافة، ودي عملية صعبة جدا. لازم نشرح للناس بصورة بسيطة ما يحدث في البلد، أبعاده إيه؟ أنت عارف حضرتك خطة التنمية مستوى أو خطة التنمية الاقتصادية في مصر المنشورة، يعني دي حاجة حضرتك الناس تقول طب إحنا مش شايفين استراتيجية. لا، الاستراتيجية موجودة ولأول مرة.